ماذا يجمع بين الاتهامات الكهرباء بتسوية الترقيات؟ سؤال طرحته اليوم كلير شكر بجريدة السفير، وقالت أنه ما في حاجة للتذكير بأن العلاقة بين الرابي وعين التين لم تستقم يوما، وإذا ما حصل ذلك يكون الاستثناء وليس القاعدة. حكينا عن علاقتكم بتيار الوطني الحر، ماذا عن علاقة الرئيس بري به؟ مثل ما شايفين علاقة متأزمة جدا. ليش ما عم تستقيم هذه العلاقة بالرغم من الحلف يلي بيجمع بيناتهم، وبالرغم من كل يعني من مسعى الرئيس بري لإيجاد مخرج يرضي العماد عوند النهاية بالدرجة الأولى؟ يعني هو يعني بتعرفي لانه هون اثنيناتهم ثمانيه ادار، وسئل احدى اقطاب ثمانيه ادار مش من زمان يعني سيد حسن نصر الله انه ليش ما بيجمع بين اثنين. نعم انا بتهيألي الكيمياء بين اثنين ما مش كثير ركبه بين عماد عون وبين الرئيس بري. هلا الكلام اللي قاله علي حسن خليل بلجنه الاشغال والطاقه بغض النظر اذا كان هو بالسياسه بعيد عنا، بس الزلمه كان عم يحكي كلام منطقي بلجنه الاشغال، انا ما حضرتها بس حسب النواب اللي حضروا وحكونا شو صار، يعني كلام كان كثير منطقي الوزير علي حسن خليل، مش لانه والله نحن بدنا نشن هجوم على الوزير جبران باسيل، لا بس كان زلمه جايب مستندات وقصص وعم بيقول انه صار هيك هيك هذا اللي فجر غضبه للعماد عون وطلع كثير متوتر على التلفزيون وشن هجوم على الوزير علي حسن خليل، ورجع الوزير علي حسن خليل رد عليه نفس نعم المهار. ولكن سوء العلاقه برايك ما بيوصل لحد انهياره؟ يعني بتقول كلير شكر انه هالعلاقه واقفه على حافه الانهيار، تكفي دفشه صغيره كي يصير بالقعر. لانه الحليف بيجمعهم بالاخر، بيمون عليهم اثنيناتهم بالاخر، يعني ما بتهيألي بتوصل الى الاختلاف الكبير بالقصص السياسيه، بس بالقصص هيدي بالطبع في يعني في خلاف كبير بيناتهم، في خلاف كبير اكثر من الناس بيتصوروه. يعني هو المشكله وين؟ انه العماد عون دائما أو كتلة الإصلاح والتغيير مع احترامنا فيها زملائنا وهذا، بس المشكلة فيهم أنه يعني أي شيء أنه هني بيعملوه هو صح وأي شيء بيعملوا غيرهم هو الغلط، وهذا يعني تفكير يعني مش كتير سليم يعني بالحياة السياسية أو حتى بالحياة العامة، يعني أنه أي شيء أنا بسويه أنا صح أي شيء بسويه غيري غلط، هني عندهم هالتفكير هذا والمنطق هذا، عشان هيك يمكن مش عم يتليموا كتير. نعم ولكن قادرين يقنعوا بهذا التفكير، يبدو انه الحراك المدني يلي ما عم بيوجه اصابع الاتهام لفريق العماد عون السياسي بوقت عم نشوف السهام كيف عم تتوجه نحو فريقكم السياسي. بيوجهوا الاتهام لكل الطبقه السياسيه. نعم بس بنشعر حتى بالشعارات اللي رفعت وبصور المسؤولين اللي رفعت مؤخرا، صوره العماد عون ما انا بينيته بس باول الحراك ولا صوره حزب الله؟ لا لا باول وبتعرفي صار في اشكال مشان الصور اللي طلعت على نعم. البي سي وهجمت البي سي نهارها وكان على الهواء المباشر كان نعم شو اسمه الحراك المدني عم يتهم كل الطبقه السياسيه. يعني انا اللي بقوله انه الناس وصلت لمرحله هلا بغض النظر مين وراه مين مش وراه شو اسمه، بس الناس وصلت لمرحله طبعا ما عاد فيها تحمل، لا كهرباء فيه مثل ما احنا شايفين هلا، لا كهرباء فيه، لا ماء، نحن بزحلي غير وضع. انتوا ايه؟ نحن مميزين هلا. لازم تعدوا المناطق الاخرى، ليش ما بتنتقل التجربه التحليليه؟ نحن هلا بندعي الناس انه تطلع يعني حتى نفايات ما في، حتى نفايات ما في بالطرقات. مش هناك عم ندعي الناس تطلع على الويك اند على المنطقه تبقى اولا يعني بيزهر الوضع الاقتصادي شوي عنا، بالطبع في كهرباء 24 ساعة وفي مي كمان بتعرف لما في نظافة بالطبع وفي كمان ما فيش عندنا أزمة النفايات. يعني قصة الكهرباء حقيقة قصة النفايات الوضع المعيشي الوضع الاقتصادي الوضع يعني أنا لأنه اختلاط يومي بالعالم وبعرف قديش العالم عم بتقاسي بسبب الغلاء المعيشي بسبب الحياة بسبب شو اسمه، لك في لبنانية كتير عم بيهربوا هلا على دول اوروبا على اساس انه هن سوريين مشان ياخذوا بطاقات لجوء على المانيا. صحيح انه عم بيصير يعني كما قيل يعني بياخذوا الجنسيه السوريه بيشتروها بمقابل ثمن معين بالبقاع تحديدا لحتى يروحوا على لحتى يروحوا على اساس انه بيعطوك بتعرفي سوريا فلتين يلا حتى على قوارب اللجوء يلي عم تغرق بالبحر عم بيكون في علامات طبعا ليش لبنان عم يهرب؟ لانه عارف الوضع الاقتصادي وضع اقتصادي كثير 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 حتى اللي عم يهرب دكتور عراجي النازحين السوريين اللي عم ياخذوا مساعدات عم بيتمنى اللبناني انه بمكان معين يكون محلهم يعني اليس كذلك؟ يعني انا بدي اعطيكي فكره نحن اكثر تقريبا صارت مدينه نحن برا الياس
نحن عندنا 70,000 سوري، 70,000 نازح سوري. نحن عدد سكاننا 35,000، هن يعني قدنا عمرتين صاروا 70,000. بالطبع اخذوا مكان العماله اللبنانيه، سواء بالبناء سواء بالزراعه سواء بالشو اسمه. طيب ما هو هودي اثروا على الوضع الاقتصادي طبعا اللبنانيه. يعني انا يعني هلا المساعدات اللي عم بيقولوا انه الغرب بده يبعثها لهون، الغرب هلا لما لقى الازمه انتقلت لعنده، بلش يفكر او شيء، قلصوا المساعدات. كيف بده يساعدهم ليبقوا محله؟ قلصوا المساعدات، هلا لما حسوا انه بلش يروحوا على الغرب لعندهم، قرروا يدفعوا مليار و800 مليون دولار لحتى يخلوا السوريين هنا. يعني انا بدي اقول انه اللبناني بلش يعمل مثل السوري، شو معناتها يعني؟ يعني الوضع الاقتصادي عندنا تعبان كمان، عشان هيك اللبناني عم بيهرب بالبحر وعم بيهرب بالشو اسمه، عم بيروح على اليونان، واليونان عم بيروح على صربيا او كرواتيا، وبعدين بيفوتوا على المانيا. يعني هذا سبب وضع اقتصادي كثير تعبان، كثير تعبان. السيدة إلهام فريحة اليوم بالأنوار بتقول بعد ما إذا انتهت أزمة النفايات وبين مزدوجين، يعني لأنه مستحيل تنتهي، الاستدارة يجب أن تكون سريعا نحو معضلة الكهرباء. حكينا عن الكهرباء، ماذا عن أزمة النفايات؟ ما هو السبب الحقيقي الذي يحول دون اليوم، يعني يحول عفوا حتى اليوم دون ان تسلك خطه الوزير؟ انا بدي رايي قبل ما نبلش بالنفايات، السبب الحقيقي بدي رايي بالنسبه للكهرباء قبل النفايات. نعم انا حكيتها وحكيتها بالكتله وبحكيها محل مكان، يعني ياخذوا تجربه البقاع، ياخذوا تجربه البقاع. مسموح ياخذوا تجربه البقاع؟ مفروض ما في، طلع قانون مجلس النواب بانتاج الكهرباء مش سامح للمؤسسات. هلا عم يجربوا يعملوها بطرابلس، يمكن مختلفه شوي لانه نحن الشبكه عندنا ملك لصاحب الشركه، بس انه عمموا شركه. يعني الشيء اللي صار بالبقاع، ليش الدوله بدها تخسر كل سنه مليار و500 مليون دولار؟ هذا رايي انا، مليار و500 مليون دولار. هلا اذا رفعت انتاج الكهرباء لا لانه بدك دبل الميجا وات، هلا بدك يمكن 3000 ميجا وات، يعني انت بتصير تخسر 3 مليارات كل سنه من الخزينه. لا خلل هيك عم ياخذوهم اصحاب المواتير شو اسمه. بعدين انت اذا عملتي كهرباء، انتجتي كهرباء مثل كهرباء زحله، عم تبيع يمكن ارخص حوالي 30% من مجموع الفاتورتين. هي هون بهالاطار بتدخل الخصخصه، يعني خصخصه ما في حل ثاني الشركه. بس الحراك المدني ابرز شعار رافعه ضد الخصخصه. بلد فاشل، خلي يعرفوا الحراك المدني، ما عندنا مؤسسات، البلد فاشل، الادارات عندنا فاشله، اذا ما تخصخصت القصه. هذا رايي انا، بقول انا كنت ضد الخصخصه. نعم. انا كنت اول شيء اكثر شيء من مع الناس اللي مع فتح مستشفيات الحكوميه. طيب شو بتبين بالاخر؟ لانه الادارات موجوده ببعض المستشفيات ما عم بتقدر تقلع المستشفيات. يعني الفساد واصل لكل المواقع فساد فساد بالبلد. اذا ما تصلح الفساد انا بتهيألي يمكن انه اذا تخصخصت الامور تحت مراقبه الدوله ومراقبة المجتمع المدني، أنا بتهيألي ما حنوصل لحل لا أزمة الكهرباء ولا أي أزمة تانية. طيب أزمة النفايات هلأ وين علقانة؟ سياسية المسألة أم تقنية مثل ما عم ينحكى كمان؟ أنا بتهيألي يمكن من الناس اللي يمكن انتقدت أنه أنا ضد إقامة المطمر بمنطقة المصنع على يمكن صار في علي الشرقية. يمكن صار في علي عتب انه كيف انا بنتقد انه شو اسمه انه بدنا نخلص من ازمه النفايات. نعم. بس انا ما بدي اخلص من ازمه النفايات، انا مع خطه الوزير الشهيد، بس بيكون في الاماكن التمر تكون مناطق بيئيه بامتياز، يعني يكون في ما تاثر على البيئه، ما تاثر على صحه العالم، ما تاثر على شو اسمه. مين ما بده قصه النفايات تخلص بالبلد؟ طيب وخاصه بس كل اهل المنطقه عم بياخذوا نفس موقفك دكتور عراج، بالنهايه وين بده ياخذهم الوزير الشهيد؟ انا يعني السلسله الشرقيه مين بتزعج المنطقه هيدي؟ انا صار في نقاش كثير موسع مع كل الاهالي الموجودين بالمنطقه، وانا طلعت بوز المدفع، انا كنت بوز المدفع لحالي، عرفتي كيف؟ اهل المنطقه عندنا كلهم كانوا رافضين هالقصه هيدي، وانا من ضمنه. نعم. نحكي بصراحه، يعني مش انه عم بهرب من الموقف اللي اخذته، لا انا موقف معروف اخذته على الاعلام. يعني انا يعني بتطلع هيك انه في منطقه سلسله جبال لبنان الشرقيه، في مناطق تانية بسلسله جبال لبنان الشرقيه تحديدا مش بهالمنطقه، منطقه المصنع، بمناطق تانية، منطقه بعلبك او منطقه الهرمل، في مناطق هنيك شبه صحراويه، انه ليش ما بينعمل مطمر هنيك؟ هاني اولا مدخل لبنان لا اي واحد عربي جاي. الشغله الثانيه انه علوها عن سطح البحر حوالي 1100 متر، هيدي عاده بصير فيها ثلج، والثلج محل ما في ثلج فيها نبيع، مش هيك؟ بعدين في بعض الدراسات، يمكن تعرف الدراسات بتناقض بعضها مثل كل شيء، يعني دراسات بتقول في ابار جوفيه متواصله مع نبع شمسين، لانه بتعرفي نبع شمسين بيصلي بغزه مش بس البقاع الاوسط، احسن البقاع الغربي كمان، منطقه كبيره من البقاع الغربي بتتغذى من شو اسمه.
وفي كان باخر فتره مش اسبوعين ثلاثه كان في مصلحه مياه زحلق، مصلحه مياه البقاع، في بقى كان في اجتماع بمجلس النواب لشيء يخص البقاع الغربي، كان عم بيفكروا انه يزيدوا الطاقه من قصه مياه شمسين ليغزوا اكثر منطقه البقاع الغربي. يعني في ابار جوفيه هناك، عرفتي كيف؟ طيب يا خي عاد تعوا قولوا لنا انه ما فيش ابار جوفيه، تعوا قولوا لنا ما بتاثر على البيئه، تعوا قولوا لنا ما بتاثر على الصحه. ما في يعني ما 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 ما, ما صارت هالقصه هيدي. بعدين نحن ما تنسي عندنا تجربه تلوث نهر الليطاني. انا صار لي 10 سنين نايب، بركض ليل نهار، ما خليت رئيس جمهوريه يروح لعنده، ما خليت رئيس وزراء، ما خليت رئيس مجلس نواب، عملنا 20 اجتماع مع البنك الدولي مع مع مع، وصلنا بالاخر لبرنامج قانون بمجلس النواب مشان رفع التلوث على نهر الليطاني. ما تنفذ منه شيء بعد. الوزير هذا المشكله، نحن عندنا زياده امراض سرطانيه بالمنطقه، ما يلوموا العالم، العالم عنده هاجس اسمه نهر تلوث نهر الليطاني، فاجى المكب مره ثانيه، هذا اثر على العالم. هلا بالمحصله انا يعني جبت ناس رؤساء البلديات اجتمعوا بوزير الداخليه، اجتمعوا بوزير الزراعه اللي هو حاليا كمان وزير بيئه الاستاذ اكرم شيب، اجتمعوا معه، صار في نقاش كبير معه. كيف اليوم جمعيات المجتمع المدني اخذت له موعد جايين على وزاره البيئه كمان حيجتمعوا، قصدي الحركات البيئيه موجوده عندنا بالمنطقه هونيك، جايين يجتمعوا مع الوزير اكرم شيب هلا بعد الظهر مع الخبراء، عرفتي كيف؟ مشان يقولوا له انه يا خي هذا نحن هو مستنداتنا هذيك المستندات، نجيبوا ناس يا خي لحتى نشوف. بس ما بتحمل الامور انتظار دكتور عراجي، اذا كانت المساله مساله مؤقته ريثما يصير في حل نهائي، هل تبقى النفايات بالطرقات بالشكل يلي هي عليه اليوم؟ وبعدك حضرتك عم بتقول انه نحن على ابواب فصل الشتاء، بتخيل شو بصير اذا شتت الدنيا وكل هالكيس زباله بالطرقات؟ انا اللي بقوله هذا ما عدا اللي انا بدي اقول لك شو بيقولوا الناس، مش انه شو بيقولوا الناس؟ الناس بيقولوا نحن بنحمل بس عشان كل لبنان يحمل معنا. طيب ما كل منطقه عم بتقول هيك، ليش ما بيصير في سعه صفر وبيحمل كل لبنان مع بعض؟ كل لبنان يحمل معنا، ليش نحن يعني هذا كلام الناس انه كل لبنان بتقصد غير المناطق اللي حددتها خطه الوزير الشهيد؟ كل المناطق، لنفترض انه يا خي في مناطق هذا كلام الناس عم بقولهم، هذا مش بس كلامي، هذا انا بالنهايه انا بعكس شو بيقولوا الناس كمان، عرفت كيف؟ الناس عم بيقولوا يا خيي طيب ما في مناطق كثير ليش ما نتفكر بمنطق الستة وستة مكرر يعني؟ طبعا هذا لبنان، هذا لبنان منطق الستة وستة مكرر حتى بالنفايات؟ هذا لبنان، هذا لبنان، هذا الناس شو عم بتقول؟ يعني الناس عم بتقول طيب يا خيي ليش ما تاخذ صوب البقعة الشمال الشمال؟ ليه ما تاخذ صوب البقعة الغربي؟ ليش ما تاخذ صوب البقعة الشمالي؟ ما بعرف عندك علم؟ لأنه الحزب رفض انطرح الموضوع هيك عم ينقال الوزير الشهيب بيقول بس انه هيك نقال الوزير الشهيب بيقول انه الموقع الحدودي بالسلسله الشرقيه رح يخضع لمزيد من الدرس وتم تكليف خبير ايدروجيولوجي ايطالي هذا بعد الكلام اللي رحت انا اجتمعت فيه للايام بالدراسات واخذت له شويه اذا خلص تقرير الخبير انه ما في ضرر بهذا المجال بيقبلوا اهالي المنطقه هلا لنشوف يعني هلا في تقرير خبير اجنبي لنقول هلا لنشوف لانه الخبراء كلهم نعم رئيس مصلحه مياه زعم البقاع بيقول انه في تواصل ابار جوفيه مع نبع مياه شمسين، هذا رئيس مصلحه حكوميه شايف مش انه والله وبعدين يمكن مش مقرب من يعني زلمه بالسياسي نيوتر عرفت كيف؟ ما ياخذ موقف مع حدا، فعشان هيك انه عم بيقول انه ممكن يكون في تواصل بين هالمكبات اللي بدها تنعمل بالبقاع وشو اسمه المياه الجوفيه بشمسين، على كل حال في اجتماع اليوم عشيه للشباب الموجودين بالمنطقه اللي هن فينا نعتبره الحراك المدني او الحركات البيئيه، اخذت له موعد مع الخبراء البيئيه وجايبين خبير خبراء بيئيه معهم هن كمان عرفتي كيف؟ وقاعدين خلينا كمان انه في راي للناس هونيك طيب ليش شعارين انه مثل سوق عكاظ هالمساله كل واحد بيجيب جماعته وكل منطقه بتطلع ليش ما الدوله ما قادره تنفذ قرار اخذته بس يعني الحكومه اخذته بس هيدي شغله كثير جيده انه لما يكون في مثلا عندك حراك مدني حركات البيئيه عندنا بالمنطقه يعني ما حدا عم يغذيهم وما حدا شيء هن بدافع شخصي عم عندهم عم وقتهم عم يضيعوا وقتهم كمان لحتى يقولوا انه لا نحن منطقتنا فيها او ما فيها عم بيقصد بشكل عام يعني نعم هذه شغله منيحه انه يكون في عندك جمعيات اهليه او جمعيات مجتمع مدني عم تهتم بالقصص نعم ولكن هدي الفرفور اليوم بالاخبار تقول العائق الوحيد لم يكن تقنيا مش بمنطقه البقاع بقصد بشكل عام بل كان عائقا سياسيا اجتماعيا يتمحور حول امكانيه ايجاد مخرج يبرر التمر بالمرحله الانتقاليه يعني كمان في شيء سياسي لا باس به
في هذا الموضوع؟ شأ سياسي؟ لا شأ سياسي. يعني نحن وين اتخذت النفايات كليتها؟ يعني نحن انا برجع بقول لك انه نحن اخذناها حملناها بصدرنا قصه النفايات، شايف ولا لا؟ لانه حتى ننقذ البلد من هالازمه اللي خطيره جدا، انا طبيب وبعرف قديش ضررها البيئي والصحي وال شو اسمه، عشان هيك نحن عرفتي كيف عم نقول انه نحن بدنا تخلص ازمه النفايات وباسرع وقت، وبيروت هي العاصمه وهي لازم كل هذا، بس انه بالنهايه في عندنا ظروف كمان نحن عرفتي كيف؟ نحن اللي عم نقوله انه هلا اللي بدهم يجتمعوا اليوم بعد اجتماع كمان بالطبع ما تعدينا رؤساء البلديات موجودة بالمنطقة، خليه يجتمعوا اليوم بعد الظهر في اجتماع، وهودي جايبين مستندات، هوديك عندهم مستندات، وشوفوا شو بده يوصلوا لأي منطقة. هلا بتقولي لي انه بكفوا ما بكفوا، هيدي بترجع للناس هونيك كمان، انا ما في كمان اجي اضغط على الناس واقول لهم لا وتاخذوا شو اسمه، يعني بالنهاية هودي اهلي وهودي يعني انا اهل منطقتك، يعني اهلي بالنهايه، مش بس انه انا يعني ما في يقف ضدهم كمان. بعد الفاصل، يوم لبنان بالامم المتحده، وقديش الدول تقدر تمون من اجل تمرير الاستحقاق الرئاسي اللبناني. لحظات ونعود.